أهنئ المنظمين هذه التظاهرة لأنها تظاهرة مهنية من مستوى عالي. اليوم فزنا بهذه الجائزة، جائزة أحسن سيارة ديال سنة 2019 هي بيجو 508 التي هي من أحسن سيارات اللي تصنعات خلال سنة 2018. هذه الجائزة جات كتزاد على الجائزة اللي خدتها السيارة الشهر الماضي، جائزة أجمل سيارة في باريس، وهذا هو اللقب رقم 30 الجوائز اللي خدتها هذه السيارة عبر العالم. واليوم احنا فرحانين لأن ماركة بيجو هذه السنة المتتالية اللي كان نربحوا بها الجائزة وربحناها ثلاثة المرات متابعين في هذه السنوات الخمس الماضية. أهنئ كذلك المهندسين والمصممين لهذه السيارة لأن بذلوا مجهود كبير باش يعطيوا المستهلك سيارة في المستوى الذي يستحقه. هذه السيارة من الخصائص فيها جميع المجهزات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة اللي كيعرفها ميدان السيارات. هي سيارة عائلية وفي نفس الوقت سيارة رياضية سبورتيف، دونك الا شفنا لا سيلوات ديالها كتبان لك سيارة سبورتيف، وفي نفس الوقت هي سيارة عائلية وسيارة ديال العمل. فيها محرك ديال 2 لتر اتش دي اي، واحد 180 خيل، وفيها بواطا فيتاس اوتوماتيك 8 رابور. من ناحية الثمن السيارة كتبدا بواحد الثمن مناسب، هو اللي هو 339 ألف درهم. فيها ثلاثة ديال المستويات، المستوى الأول 339 درهم، والمستوى الثاني هو 379 ألف درهم، والمستوى الثالث هو المستوى اللي كيتباع ب 400 و39 ألف درهم.